دخلنا الشقة وحطينا له منوم، وبعدها دخلنا الرجالة وفتشنا في الشقة عشان نلاقي أكبر مبلغ مالي. ده كان جزء الحقيقة من اعترافات المتهمات بقتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني اللي تم قتله طبعا مع سبق الإصرار والترصد بهدف السرقة بالإكراه داخل شقته المستأجرة بمنطقة بولاء الدكرور. تطورات ومفاجآت كبيرة جدا شهدتها هذه القضية لمقتل المسؤول العسكري اليمني، والنهاردة كانت أولى جلسات محاكمة الخمس متهمين في هذه القضية. يا ترى إيه هو القرار اللي اتخذته هيئة المحكمة اليوم ضد هؤلاء الجناة، وكيف قاموا أيضا بالتخلص منه؟ ده اللي هنوضحه لحضراتكم تفصيلا من خلال هذه التغطية. حقيقة كانت قررت محكمة الجنايات تأجيل أولى جلسات محاكمة خمس متهمين بقتل اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه داخل شقته المستأجرة بمنطقة بولاء الدكرور، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء. وده الحقيقة لجلسة السادس من مارس الجاري، وده طبعا للمرافعة وفض الأحراز. كان دخل المتهمين بقتل المسؤول العسكري اليمني إلى محكمة الجنايات النهاردة في أولى جلسات محاكمتهم، وهم الحقيقة في حالة من الانهيار التام وبكاء شديد. وقف المتهمين أمام المحكمة يعني بيحاولوا إن هم يعني يبرأوا نفسهم. طبعا بدأت المحاكمة بإثبات حضورهم، ومحدش منهم نطق أي كلمة خلال هذه الجلسة. لكن الجلسة شهدت مفاجآت واعترافات من المتهمين. طبعا إحدى هؤلاء المتهمات اسمها سهير، والأخرى اسمها دينا، ودول شقيقتين، ولكن يعني شقيقتين من الأب وليس يعني أشقاء أخوة من الأب والأم. اتكلموا عن تفاصيل كل ما يتعلق بهذه الجريمة، وازاي قدروا ان هم يتخلصوا من المسؤول العسكري اليمني، انه كان في يعني هو كان معتاد ان هو يستضيفهم، وكان في يعني بيغدق عليهم طبعا بالاموال وبيساعدهم وكذا. في هذه الليلة اللي تخلصوا فيها منه، دخلت واحدة يعني منهم إلى المكان اللي هو موجودة فيه الشقة المستأجرة، ووجدوا الباب مغلق واتصلوا بيه، الباب مقفول. طيب أنا نازل عشان أفتح لكم الباب. فتح لهم الباب، وهم استغلوا يعني هذه الفترة في فتح الباب إن هم يدخلوا ثلاثة من الرجال كانوا موجودين معهم، اثنين من الرجال اللي كانوا موجودين معاهم، وكانوا طبعا سايبينهم برا الشقة لحين اللحظة اللي هيستدعوهم فيها عشان يتخلصوا من المسؤول العسكري اليمني، طبعا بهدف يعني سرقة أكبر مبلغ مالي يقدروا يلاقوه في هذه الشقة. المتهمة بتكمل اعترافاتها وقالت انه يعني بعد ما دخلوا بدأوا ان هم يتخففوا من ملابسهم، وبدأوا ان هم يشغلوا بعض الأغاني. اختها دخلت المطبخ، دخل وراها المسؤول العسكري اليمني، ويعني استغلت هي اللحظة دي في انها تحط له منوم في العصير اللي كان المفروض هيشربه. بعد ما شرب العصير بدأ يحس يعني بخمول شديد، وقال لهم طيب انا داخل انام شوية. في اللحظة دي وأول ما دخل ينام، فتحوا باب الشقة على طول للشخصين اللي كانوا موجودين معاهم، وهم قرايبهم بالمناسبة، عشان إن هم يخلصوا عليه في هذه اللحظة. وكان معاهم بعض الأسلحة، دخلوا عليه. طبعا هو كان خلاص يعني الراجل متخدر بالكامل، خلصوا عليه في هذه اللحظة، ويعني سرقوا بعض الأموال وبعض المسروقات من الشقة ونزلوا جري على طول. طبعا بعد اكتشاف الواقعة وبعد يعني تحريات
الجهات الأمنية قدروا يتوصلوا إلى أن وراء هذه الواقعة هؤلاء المتهمين، وطبعا باستجوابهم تم الاعتراف بارتكاب هذه الجريمة بغرض السرقة. والنهاردة زي ما بنقول لحضراتكم كانت أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة الجنايات اللي أجلت الجلسة لستة مارس الجاري طبعا يعني إجراء المرافعات وفض الأحراز زي ما قلنا في البداية. في النهاية طبعا بنتمنى أن هؤلاء المتهمين ينالوا الجزاء العادل، طبعا جزاء فعلتهم هذه، ويعني كل تطورات هذه الجريمة الحقيقة، لأن الجريمة بتشغل الرأي العام بشكل كبير جدا، هنكون مع حضراتكم فيها بالتفصيل، وكل ما هو جديد هنعرضه لحضراتكم من خلال صدى البلد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.